أعزائي المشاهدين مساء الخير، مرحبا بكم في تيفاوي. في هذا الشهر اختار تيفاوين أن يرسم لكم لوحة بألوان الطيف، يرسم فيها ممرات من ضياء وظلال تحيا جذورها في هذه الأرض الطيبة. أدعوكم إذن لتعيشوا معنا لحظات تعود إلى الذاكرة في سفر بعيد يتوقف عند محطات الشجن والحنين ويترقب محطات آتية. عناوين هذا العدد: تزنيت جائزة الحج بالعيد للموسيقى، النبش في الذاكرة والماضي يبني الحاضر، وطنجة توقد أول شمعة. اسم كبير لطالما أنشد للمحبة والسلام والقيم والأخلاق لرائد من رواد أغنية الرويس، كان لابد أن يتحول إلى سراج مضيء يستنير به ليل مدينة تزنيت، فكانت جائزة الحاج بالعيد التفاتة تسري إلى روح غيبها الموت منذ سنين، لكن يستمر دفء عطائها. من ذلك الدفء تستريد تزنيت بعض بهائها وتمضي في سؤال الحاضر عن شعر وأغنية الالتزام. جائزة الحاج بالعيد هذه السنة منحت للرئيس أحمد بزماون، وحاز عليها في الدورة الأولى والثانية عمور مبارك وفاطمة تبعنا. لأن الفن رسالة تتصف بخلود المسار، ولأن الأرض التي أنبتت هذا الفن لا بد أن تستجيب له وتفيه حقه، أبت مدينة تزنيت إلا أن تفي أحد أبنائها حقه وتستحضر مع كل احتفاء الروح الإبداع عمق البلاغة وروعة البيان وثراء العطاء. كان الفن عموما والثقافة دائما ملتزمة بقضايا الشعوب التي تعبر بها، وكان كل تظاهرة ثقافية ننظمها نختار لها شعارا من أجل العمل على تحقيق أهداف ذلك الشعار. وهذه السنة نخلد الدورة الثالثة لجائزة الحاج بعيد، الرئيس الحاج بعيد للموسيقى، تحت شعار من أجل أغنية أمازيغية هادفة. سابقا كان الشعار هو من أجل المحافظة على أصالة الأغنية الأمازيغية، والشعار الثاني الدورة الثانية فن الرويس الذاكرة والاستمرار. فكانت جائزة الحاج بالعيد للموسيقى إسهاما نابعا من ضرورة رد الاعتبار لأحد رواد الأغنية الأمازيغية وأحد المراجع الأساسية لفن الوصف والنقد وسرد القصص الشعرية المحملة بمجموعة من القيم النبيلة والأفكار الجميلة. الحاج بالعيد ازداد ما بين 1870-1875
بقرية أن عدو قبيلة ويجان على بعد 12 كيلومتر جنوب شرق تزنيت، وتوفي عام 1945 بعد أن ترك رصيداً مهماً من الأشعار والأغاني التي لا زالت متداولة إلى اليوم. بهذه الكلمات والألحان الأمازيغية شق الحاج بالعيد الطريق نحو أسلوب الالتزام والغناء الجاد الذي يشحد المواقف الإنسانية ضد السلوكات المنحرفة، فظل هذا الرئيس الكبير حياً بيننا، وظل سنداً لكل من له غيرة على مسار الأغنية الأمازيغية. ولذلك كان طبيعياً أن يثار موضوع الالتزام في الأغنية الأمازيغية الهادفة، وتثار معه جملة من التساؤلات حول العناصر التي تحفظ لهذه الأغنية تميزها. الأغنية الأمازيغية المغربية شأنها شأن الأغنية المغربية ككل. الالتزام صعوب تحصيره في مدلول واحد عندي، بينما الالتزام ماشي تزمت، ماشي رجعية، ماشي تشدد أو تعامل مع نوع من القضايا دول الأخرى. يا تغزو بضوضة شرق التيديكرات، حاشا درت الطويل دايم تاشوتي، قلنا ميقابي خفوش كاركال واللي متكي سوري بيهكي مكي الشمي. يا تغزو بضوضة شرق التيديكرات، حاشا درت الطويل دايم تاشوتي، فناني قربي خفوش كاركان واللي متكي سوري كيف كيمكي الشمي. الموسيقى الأمازيغية تيبان ليا تجديد كيضيف ليها بالعكس واحد النكهة جميلة، لأن كتكون واحد الحاجة اللي الفن اللي كيعطي مثل كيشد مثل في الأصالة في الأصالة وكيشد في المعاصرة، بالعكس تيكون واحد الخليط كيمزج ما بين هاد جوج حوايج وكيعطي واحد الحاجة جديدة كيبان لي أنا. الأغنية الأمازيغية لا يمكن بالنسبة يعني غنهضر على الضرورة الملحة ديال التجديد، لا يمكن باش نعزلوها على المحيط ديالها العالمي والتطور اللي كتعيشو الأغنية العالمية بصفة عامة. هي كمية يعني الفنون الجميلة اللي كاينة في البلاد الأخرى، انما يعني شنو المسؤولية الملقاة على عاتق الشباب الان؟ المسؤولية الملقاة على عاتق الشباب هي يعني هي مسؤولية جسيمة، لانهما هما مجبرين على التعامل مع التطور الحاصل في الميدان ديال الموسيقى بصفة عامة، وفي نفس الوقت ما ينفصلوش على الأصالة يعني وما يزيغوش على القطار ديال يعني ديال التراث الأمازيغي. النبش في ذاكرة يبني الحاضر، والنبش في ذاكرة الحاج بالعيد الموسيقية يبني حاضر الموسيقى الأمازيغية. وفي هذا السير نحو هذه الذاكرة انعطافات عبقرية فنية وإبداعات فذة تألقت فيها صورة الأغنية وبدت متوهجة مع أسماء كبيرة غنت فأطربت. فكانت بصمة أبو بكر أنشاد، الحسين جانطي، الحاج محمد الدمسيري، سعيد أشتوك، الحاج إبراهيم بيهتي، الحاج أحمد الريح، الحاج عمر وهروش، والرئيس أحمد بزماون. Thank you.
حياتي إرث مهم وعريق وأصيل يحمله كل شخص معه، لأن الرويس القدامى وأصحاب الأغنية ربوا هذا المجتمع بالقيم المستقاة من هذا المجتمع ومن ثقافته إلى آخره. فكل شخص خاصة في سوس يحمل هذا الإرث. إذن فالمغنون الجدد الذين حاولوا أن يجددوا الأغنية الأمازيغية يحملون معهم هذا الإرث. أمرق أنت مزيخت إغامة بالدايقة أمرق اللي يسين أتيق نغديتاك نغد القيام من أنت مزيرتا ورجيق أمرق اللي كزرين ميدنغيكن ماشي قايو مارق اللي تيني مدنها مارسكن هما يفولكي نختدرت هما يخشن اللي غدوش كان يرومين ست مزيرتا إغا أمرق يانو نبداد اللي ماغنا دي سنكر مدن أدسي مل ميغانا دنستين يرومين ميغانا كان الدين انت تيغوسوين وفول كرب دفل سنتي سوال تيغوسوينك وفول كيل تلبدا دي سنت تلتمزيق تي غير لو غدوس نغير ترخاني التكا يغد الوجب ينوني غاس نكينا تي غير لو غدوس نغير نروي تنكينيت اترو رغد الوجب نستنى يا غنتا تنسينا يد غاديك شمنو ريس الليما ريدي الجنة ولقان لينس يا لطيفة قرا وكتو قرت ندن السلام إلا في الله يعاوني ختا برت نكي سلم غير 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 غير
هناك من يحاولون في الأول أن يعيدوا أغنية الرويس، يحيونها بما بطرق جديدة، مستعملين الآلات الجديدة، مستعملين تقنيات جديدة، فهم يعيدون نفس الأغاني. هناك فقط من يدخل بعض الكلمات وبعض الآلات الموسيقية القديمة لكي يبقى دائما متصلا بها التراث. هناك اتجاهات أخرى غربية أكثر، ولكن هذه قلما يكتب لها النجاح. شبه الوردي بنت نوت انا غزينا امس شبه الورد يمين بولع وانا غلا غزين كله جمل شبه الورد يمين بولع وانا غير الزين كله يجملنا ونزوت القياد اقيس دير قزنا عدلني نتسكين يوزون الزيت وذكري تجدعين الزرت رحمانيين تقسيني سبعية تيتي موريتي وقد الكتر تردي ميكاسفني نفسي وضل اخني في وزاني في إلاقيس توكت نميد نوزم ساطك اللي نغى أرسكرنا مارك ورتون وين يدرسن إلا قسم ميغنا مين ماغنا تكيلك ما كيلك ما سويرا اللي قتين كان إن مغورنا نغنية أنت مزيغت هذا الجهد الفني المتصل قطعت الأغنية ثمرة ذلك طيبا ووجودا وأعادت إلى القلوب نبضها وإلى العيون وهجها فانطلقت الأصوات تتعالى بأهزوجة فرح وحضور في الزمان والمكان. وفي موطئ قدم في مكان هنا أو هناك على مرام تزنيت أحس أحمد بزماون أن هناك يدا تمتد إليه لتعيده إلى هذا العالم، عالم فن الرويس. ولمس دفء الصوت وهو يناجيه
دفء الصوت الهاتف المحرد، فتفجرت فيه رغبة اللقاء، فأمسك لوتار واقترب منا في ليلة حالمة بكل ما يتوفر لديه من عدة، وعاد صوت من أكثر الأصوات التي تستدرج نحو حنين النغم، فكان الاحتفاء تكريماً وإشارة لها أكثر من دلالة. بسم الله. مرحبا بكم غداري بيان مزيرنا الحمد لله هذا مزيرنا فوق رياضاتيا طمطم إزوار زمس عند لوديو إزوار مسيكاي العدد نتميزار أوروبا زمس أومارك إيجيان الرئيس يان الرئيس ونزار أنني إمقار ولكن يان الرئيس اللي مشاهدي اشكو ما يقال موين الشحيط ما يقال موين الشحيط بعدا هادو ريون ما تسني دروس تا مشاهدي تا يقال موين يتقرعي تا موين هاد الصغير يت مشاهدي بسماون نصيب وافر من نشوة التميز في مساحة فن الرويس، دائما كان يضيء وجه الأغنية الأمازيغية. هذه الشعلة استكنت إلى صفحات الزمن، فترهلت على هامش الفعل وكادت أن تنطفئ على وضع مخجل كمن وقع من أعلى إلى أسفل. لولا هذا السؤال اللغز، لولا هذا السؤال المحير الذي شده إلى ذاته المبدعة وحرك في وجدانه ذلك التراكم الجميل ليلهب حماسه من جديد وتستيقظ الذاكرة وتلتفت إلى نفسها وهي تحدثنا عن عزم أكيد في هجر العزلة وإزاحة الستار عن أحمد بزماون الرايس المبدع. وزنا في تيزنيت البارح مزيان داكشي عجبني بزاف كنت ناعس شويه ساعه راهي لا فقت دابا ان شاء الله ايوا الحمد لله نبقى مع الناس ديالي والجمهور ديالي ونبقى نسجل لي كاسيت ونتبع اسم اوامر كما كانت يا دلي الحمد لله شحال هادي ما درتي شي حاجه جديده شحال هادي ما خدمتي ما سجلتي لا كاسيت ايوا نقولوا شي 98 ما سجلتش علاش السبب ديال التسجيل مثلا سجلت عندي شي حاجه مع واحد السيد اللي سجل لي بعدا دار لي معايا واحد الفلطه شي الحساب اللي بيناتنا وزعفتي وشت كاع عمال لي التسجيل اللي كنسجلوا ليهم هاد اللي راه ولاو تينقصوا لينا في الثمن باش تنسجلوا عندهم ماشي من ناحيه الماده خص الواحد يبين بلا فلوس ولكن تنشوف ديك الحقره وهو بنادم تا يبيع فيك ويشري ويدير ربح ويقول لك ما كاين والو غير اجي تسجل داك الشيء في الحقيقه انا ما عجبنيش داك المنظر واستقليت شويه ولكن دابا الحمد لله غادي نبدا نعاود يا نوت بير يا كاتيزنيت
بيك صوت يا صيادني بديت في 69 ولكن ما سجلت حتى 70 بقى ديك ما خرجوا حتى 71 شم اغنيه هما ثلاثه ديال الاغنيه ديك الساعه كل جهه فيها واحد النوع ديال الاغنيه ماشي بحال الجهه الاولى بحال الثانيه كما كانوا القدام يداروا يديروا ولكن انا لقيت اغنيه ديالنا ديال مزيغيه ديك الساعه ناعسه كاينين الناس الرويوس القدام ما كيسجلوش بزاف كيديروا اللحن واحد في الجهه هذه والجهه الاخرى انا طورت واحد ثلاثه ستاد لقيت عاد جهه كل ديسك اسطوانه فيها جوج جوايه كل جهه بالنوع ولحنت في الديسك غيرت فيهم زدت فيهم شويه وكان الديسك اللي كان نزيد ليه شي نص ديال الكلمه وكتجي هي هذيك طورت داك الشيء في الحقيقه ولاو الديسك ديالي تيتبعوا واحد بزاف يعني كان اقبال من بزاف كاين الاقبال ديك الساعه شنو اشهر اغنيه ديك الوقت بديتي بها ممكن تذكر لنا شي مقطع منها ايه واخا دابا هذيك عندي واحد هايلي كنقول بها ابي بسم الله اسيس بدو اغنى بدو نار اول لغ ايدر فانا اغني كرازي ويلا امغد الورد انتاد لغن فازد واتاي بلا لوتار غير المهم هي واحدة سميتها عنوان ديالها تيزا عاون ربي نتنس تيزا يقلين اي لا 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 اي لا لا يدا لا لي عاون ربي يعني تتن استيزا يقلين العنوان كاين يا دبيرة وكان رجع لك هنا يا دبيرة المهم خرجوا ديك الساعة دوك الاسطوانات الناس دوها غير في هذوك الاسطوانات واحد جهد بزاف ديك الساعة شكون الرويس اللي تعاملتي معاهم وبقاو لك في الذاكره الرويس اللي تعاملت معاهم الحاج دمسيري الله يرحمه السبب ديالي في دخلت كاع على هذه المهنه الحاج دمسيري الله يرحمه كان صاحب واحد الرئيس الجامعه ديالنا وداك الرئيس الجامعه الله يرحمه مسكين مات دابا كنمشي عنده كيسجلني في واحد الشجاله ديالها انا بواحد دي بلوطار ما كاينش الشجالات ديك الساعه قلال وكيدي ديك الكاسيت اللي مجلاه في الدار معايا في البلوطار ديالي كيديرها في الطوموبيل وهز معاه تمشي واحد الخطره من اللي ترس وجاي لا قادر يخدم في السيري قال لي هاد مسيري اشكون هذا اللي كيقول هاد الكلام هذا ماشي رئيس ولكن هاد الكلام ما كنسمعهمش عند شي واحد قال لي هذا ماشي كاع رئيس قال لي داك السيد الله يرحمه قال لي ولكن حفايت انا قلت لي الا شتي مسيري الا بغى يخدم نخدم معاه في السيرك بالحق نخدم معاه قال لي هذا يبغى يخدم معك قال لي قول لي يجيب لوطار ديالو ويجي يخدم ديك الساعه مشى معايا لعند مسيري في السير في التياتر خدمنا مع صافي بديت واحد عام مشى معايا حتى هو بغى يسجل في الدار البيضاء قال لهم هذا عنده شي اغاني مزيانين وقال لي يسجل شل ديك الساعه 20000 فرانك للديسك لا عمر هذا زعما دوروا معايا ملي خرجوا هذا طبعت فيهم اللولوف ولولوف ولولوف ديال الاسطوانه دوروا معايا واحد الشجالة ديالها هي أربعة ليفان ديك الساعة كانت شي حاجة واز Yeah.
الرئيس أحمد بزماون من المساهمين في تطوير الأغنية الأمازيغية باعتباره أول من وظف آلة طمطم في أغنية الرويس كآلة إيقاعية رئيسية في فن الرويس. تستقر أحلامه بجانب البحر، يتطلع إلى رمز أظل الجميع بفنه، الحجب العيد، يواجه المصير والأسئلة المقلقة، ويستمد قوة فنه من ذلك الخيط الرفيع الذي يربطه بأمجاد الرويس، ينزوي في صمته في أسرار وخفايا عالمه، ويقول مع ضوء كل صباح: هذا يوم حظي. ليس له سوى هذه المكاشفة الذاتية، تخرق أحلامه النائمة ليحركها موج البحر مع كل صيد لتندمل الجراح. هو أشبه بحارس بحري يرمق تسلل القراصنة ألف رذاذ الموج، يرمق هذا البعد بينه وبين الحياة، هذا البعد الذي كاد أن يعتذر عن حمل ركام وحلم الماضي، ويعتذر للمستقبل الذي شاء القدر أن يصبح تحت الرماد. خانته المشاعر وهو يحاورنا، ألمته وحدة تقتل ليستعيد الابتسامة في غربة وحدته، ويدعونا بين نتوءات صخور تآكلت جنباتها إلى ماضيه وذكرياته. مدينة البوغاز وهي تعانق المهرجان الأول للثقافة الأمازيغية ملامح متوسطية وجذور إفريقية، أنصتت لصوت هذا الإبداع، لصوت هذا الفكر الذي أثر وتأثر، أخذ وأعطى بقدر فيه من التعايش والتسامح الشيء الكثير. مدينة طنجة كانت على الدوام مرفأ يسكن فيه هذا الفكر الذي يخضر في كل نفس. هناك بطنجة عاد صوت الوالد ميمون، وعاد حسن تدرين كالندى حين يجتاح الفجر. ضم غرايا دمس قالوت كتوقيع عن طنجة، دمس مون دا مزيغ ديش نتحجث نجان دوار التمس قالوت توقيع داكسيجن دبرات، داكسيجن دبرات يفزاف الحوايج، ولكن دبرات نجان تمس قالوت بان نشنين ناس زوان عايش مليح، اني لي مليح، اتيري الثقافه نوض مزيغ مليح، اقنا في نفس الوقت ضد يمني توقيع انا مياكي العالم هذه شن دفرات خلي ينني القني وذان بان نشنين دافع خدام سمون تا مزيغ ضد يرموت ضد كذا كل شيء باش يدوز عاد. المهرجان من طنجه يشكى دخل بلاصتنا سنغد يشكى دخل الوقت اللي تيخصها كيسي للمهرجانات دار نتمنى يتمتن الجمعيات يعني تيويزا ولا المعاد اللي كله مغنين في زد توسنة مزيغ التسعو. المهرجان هو عرس كبير لكل الامازيغيين بمدينة طنجة. نشين فحطاس سمونيتا اذا خذك يا فهم سمونت نتويزا ذي طنجة وذي جن المهرجان يمغار ليس مرة يغنباب يتغن جنس مزيغ. انا فرحانه بزاف، جو سوي تري تري كونتونت، جو مو ريتروف او سان دو ما فامي دو توت ما فامي سو ما فامي تو لي ماروكان تو لي اميزيغوفون تو لي ارابوفون سي مانيفيك سي مانيفيك. هذا هو ليل مدينة طنجة، مسهو حين ركب حلم وإشراقة وحمولة الإرث الثقافي الأمازيغي. رداء احتفالي جذب إلى طنجة العيون التي تترقب وتنتظر أن تعيش لحظات العبور نحو عوالم الإبداع. هكذا كانت مدينة طنجة وهي تحتفي بالثقافة الأمازيغية لأول مرة. شعاع يخترق سكون الليل بتدفق شعوري،
تتكسر معه عوائق اللغة. هذا الشعاع المحتمي بنسائم طنجة يخطو مثقلا بأهوال وأشجان وحنين النغم الجميل والكلمة النافلة. كان المكان يسع لشحنات من التفاعل الوجداني تتأمل في لمسات وأصوات تفتح قلبها وحضنها للإنسان. من أجل ذلك أتت جورا الجزائرية إلى المغرب لتنال من هذا الإسهام الإنساني وتصوغ قلائد فرح وأهازيج حب، وتحيلنا بصوتها وغنائها على جرأة السؤال وعلى امتدادات لعمق إنساني حاضر في ماضينا لا يمكن لضوء الشمس أن يصده أو يغيبه. Moi je sens beaucoup l'âme des Marocains. Je les sens très très proches de nous et je sens que en ce moment il se passe beaucoup de choses. Les gens ont comme une espèce de prise de conscience que notre monde dans le monde entier en général, il y a un mal-être et qu'aujourd'hui, chacun doit prendre conscience qu'il faut participer et faire un effort pour que la planète entière vive un petit peu plus dans l'humanité, dans l'amour et dans la paix. ترتفع صرخة الصوت تنهل من هذا المنهل الثري الغزير، تهتز المشاعر وتتراقص الكلمات ويشدو اللحن. إنها جورا. هذي صيدة مكاميني يما يما يا قور مدي فلالي أدار يوم زيغ طيج النار غيولي حتى السيار نمزارك من نوفا نغث زيغ
دار يا مزيغ طيج النار يولي عطا السياور المزار أغمى النوفان نغث الزير. فوالا C'est nous aussi le rôle de la femme. Nous, nous véhiculons des valeurs de douceur, d'amitié entre les peuples. Et je pense que nous avons un rôle très important dans le rôle de l'humanité en général, de la femme et surtout de l'artiste. Parce que c'est l'artiste, quand même, l'art a véhiculé toujours dans le monde entier des notions d'universalité. Et il n'y a pas de barrière, ni de la langue, c'est le cœur qui parle. عموما هي إيجابية وتطور وتطور تجعل المغاربة يكتشفون ذاتهم ويعرفون أن هناك خزان عميق لغوي وثقافي ومن الفنون التي لا بد تحتاج إلى كثير من المعالجة الفنية والعلمية. أكيد أن الدور ديال الفن على كل حال في التأثير ديالو على المواطن هو مهم على الاقل اللي يقترب نسبيا من هذا التنوع اللي حنا تنهضروا عليه في الندوات او في الملتقيات المختلفه والمتنوعه. ولكن كذلك الدور ديالو الاساسي هو انه ممكن يلعب دور كبير في توفير انه يوفر الارضيه الخصبه لدى المواطن والمواطنات للاعتزاز بالتنوع ديالنا والاختلاف ديالنا. الامازيغيه بعد اساسي من الذات المغربيه، لكن عندما اقول بعد اساسي فإنني في نفس الوقت أقول بأن يجب أن لا تكون هي البعد الوحيد، فتكون الأمازيغية هي أداة إقصاء أو أداة استبعاد للآخر الذي هو جزء صميمي من كياننا ووجودنا التاريخي. إذن أقول بأن الأمازيغية يجب أن تكون محرضاً على التعددية، على الديمقراطية، على حقوق الإنسان. وحين فكرت جمعية ثاويزا في المهرجان المتوسطي الأول للثقافة الأمازيغية، فكرت أيضا في الأشياء التي تحمل رموز هذه الثقافة، في الأشياء التي ترتبط بنسيج الحياة وواقعها، في الأشياء التي تحكي عن نمط العيش ومستوى التعامل مع المحيط والبيئة. هاد ليليمون فيه بزاف ديال الرموز اللي تتعبر عن العلاقة الإنسان، سواء رجل أم امرأة، على العلاقة ديالو مع الطبيعة. مثلا تنشوفوا في بعض الخطرات كاين رموز بحال هذا الشكل هذا اللي هو معروف ايدردوشن، اي لا سينيفيكاسيون تاعو يعني انه كاين علاقه ما بين هاد الدوار وهاد المنطقه بصفه عامه مع البحر. وهنا في هذا المعرض توحدت اشكال التعبير بلغه الحياه في صوره مؤسسه بديكور يزخر بنبضات ورموز يستمد منها التراث المغربي قوة حضوره وإشاعه وغناه،
ليلقي هذا الثقل الرمزي بظلاله على طنجة ويستثمر أوشامه في إعادة الإنتاج واستثمار معطيات هذا المشتل الخصب. ما خصناش نغمضوا عينينا على واحد المشكل اللي تنعانيو منه حاليا، هو اي منطقه في المغرب تتحس بان هناك غزو ثقافي عن طريق التلفزيون وعن طريق الهجره، لان خصوصا الى هضرت على الريف، هناك مهاجرين في اوروبا تاثروا على المنطقه، تأثروا سلبيا او ايجابيا، ولكن هناك تاثير. يعني باش نحافظوا باش هذا المنتوج يحافظ على القيمه ديالو وعلى المستوى اللي كان فيه، خصنا حنا نقوموا بواحد الواجب اللي هو واجب كبير من ناحيه التربيه الوطنيه ومن ناحيه اكتشاف هذا التراث هذا وتدريسه عبر المقررات المدرسيه، باش يمكن نقاوموا هاد المنتوجات اللي تجينا من الخارج. ويستلهم عبد القادر أسكاك نوره الفني من هذا الزخم الثراثي ليترجم حنينه إلى الجذور بإرهاصات تشكيلية مؤطرة بتأملات فكرية في سفر تشكيلي يستدعي للتأمل عند حدود الجمال ويخاطب العين والحواس بمناوشة تشي بقدر كبير من الانسياب. في هذا الانسياب الذي يذوب في حضن الانتماء والاحتفاء برموز الثقافة الأمازيغية، يلجأ عبد القادر أسكاك إلى مخزون الذاكرة ويلمس في هذا المخزون قربه من أشياء كثيرة حوله ليعيش زمنه الفني بحمولة وجودية ووجدانية. أغرت الريشة ودعتها إلى حوار مع الذات والآخر. أكيد من هاني إذا إيش الجمهور دام قرار أن ترجع تليفونات نيجي مثلنا و كنا فيش التليفون. ألو ألو بكيفنا تحبسي من البرنامج؟ ألو أش كاني فارد كاني فارد ثقنت ثمانية ما هو البرنامج نومي كان من جيم شن حوايج عشان حاجت نظريتني وهاسي فارد هذا البرنامج ميت ساتين السفاريس خيمخون بارد المشاكل اللي جان دير مراش اشوفا بريمو ما كاش تخدم مني ولا مي كان داو مخون بارد وشي قاش تري غاش تغنيتو من زيد فما عبد الرحمن الجارينو بوست تاكيس كاميون شويه لا فهمني وغير غندم زوا راه غير نشتري كيلو فهمني مش عاقد تري غاش تيلي وتي كاموني 8 مجاد ومش افار افار واحد المناسبة مهمة باش نبينوا واحد التنوع ثقافي في مدن من غير الناظور من غير الحسيمة من غير أكادير من غير اللي فيها الناس اللي كيتحدثوا بهذه اللغة هذه، مهمة باش نبينوا هذا الوجه من أوجه الثقافة المغربية. كيعتبروا عرس ثقافي؟ عرس ثقافي بطبيعة الحال، لأنه فيه تنوع، فيه واحد الوجه جديد ديال الثقافة المغربية كانت مغمورة، دابا كيوقع لها واحد الانفتاح، وهذا شيء جميل، إغناء الثقافة المغربية ككل. الثقافة الأمازيغية مليئة بمواقف الفكاهية، مليئة بالسخرية، يكفي الاجتهاد والبحث والموهبة بطبيعة الحال.
راجل وقت عشان الله يعرض عليك ميزي قيد حامات فمدري وقت عشان وانزا كليينتي ممشى بريمو إلا نبلع وانزا نجيشو نبلع زيد وليدي زيد مين عنا وني 300 ترف روح تارك حضرو وارش ذات نعم وشمين هو السلام لا بس بارك الله فيك في الشيرو اللي هو واللي تكاش 200 ألف ماشي غيشم اذن في الزنزر صورة سمار ترترى فرنك هناك بطنجة عاد حسن تدرين ليلتقي مع جمهوره فكانت لحظة تكريم جميلة لاسم حاضر في الوجدان حسن تدرين هذه الابتسامة الخجولة المختبئة في ترنيمة المشاعر هذا النفس الذي يرتوي منه الحنان سقى بكلمته وألحانه مساحات شاسعة من الأحاسيس عاش لحظة من أجمل لحظات عمره وهو يرى في العيون وهجاً وحباً ويلمس في القلوب دفئاً وعشقاً أحس بأن انسياب المشاعر أرقى اعتراف وأسمى امتداد لصوته الإبداعي الذي اخترق بهمسه كواليس الكيان الأمازيغية هي السنبلة إنسان اللي جال العالم دفاعا عن الموسيقى الأمازيغية ألف في إنجلترا من أجل الأمازيغية كما سبق أن قلت في المهرجان تكلم في زمن كان الكلام ممنوعا ألف في زمن كان التأليف ممنوعا هناك بطنجة عاد صوت الوليد ميمون يصنع من الأمل نسائم يعانق الضياء يزرع العطر وهو يتحدث غناء شجيا بحنين غامر أي إحساس يخفي تلك النظرة الباسمة ربما هو نفسه الإحساس الذي عبر عن ثورة الصمت في الأعماق نفسه الإحساس الذي مسح غبار اليأس ومضى يتطلع إلى المستقبل يحقق نشوة الانتصار على الإحباط والتعب ليعانق الحياة وينتصب واقفا شامخا هذا البحر الكامن في أعماق هذا المتحدي انتفض في هذه الأمسية الجميلة وانطلقت تموجات الصوت تغزو وجه السماء بمفردات وكلمات قريبة من ذاته تذكرنا بتشارينو حينا وانشينشا نحن من هنا منع نانشين من نحن وأغاني أخرى جميلة يرددها معه جمهور واسع من محبيه
وليد ميمون فيسمى بالجبل الشامخ في الريف، هو بالفعل جبل شامخ، كان ممنوعا حتى من المشي وليس من الغناء فقط، فغنى لنا في الجامعات في الجمعيات، فنقش اسمه في المجال الغنائي الأمازيغي بتضحيات جسيمة. إذن اليوم في زمن يتمتع فيه المغرب بقدر كبير من الحرية، من حق هذه الأسماء أن يكون لها موقع ووقع في هذا الزمن. أيحا 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 أنا سعيد بهذه الأمسية وبهذا اللقاء مع الجمهور الكبير ديالنا وتشكرون. شكرا. نهاية هذا العدد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.